بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات جريد 3، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الأولى. مستر شعبان برحب بكم في الحلقة الأولى من منهج الماس في الترم الأول. يونت 1 بتتكلم عن المالتيبليكيشن اند ديفيجن. بس قبل ما ندخل في اليونت لازم أفكركم بحاجة مهمة جدا، إن احنا كنا واخدين التايمز تيبل 2 3 4 and 5، كنا واخدين الاربع جداول من 2 ل 5 السنه اللي فاتت، فاحنا هنراجع عليهم مراجعه سريعه وبعد كده ان شاء الله هنبدا في ليسون 1 تيبل 6 and 7. ليسون 1 بيتكلم عن تيبل 6 and 7. يونت 1 multiplication and division. يبقى الوحدة الأولى عندنا بتتكلم عن multiplication and division، الضرب والقسمة، الضرب والإيه والقسمة. طبعا احنا خدنا multiplication و division السنة اللي فاتت بس طبقناهم على times table 2 4 3 and 5. lesson 1 في اليونت دوت بيتكلم عن table 6 and 7. هناخد table 6 and 7. بس قبل ما ندخل بنراجع طبعا مراجعة سريعة كده على تيبل 2. طبعا المفروض ان احنا بنحفظ التيبلز ديت حفظ كويس مش بالعد، عشان نعرف ان في طلبة كتير بتحسب التيبل بتحفظه بتعد، يعني بتقول 2 باي 1 ايكوال 2، بعدين بتقول 2 باي 3 وتعد 2 على 2 يبقى 4. لا كده مش هينفع، احنا عايزين طبعا ان احنا نبقى حافظين التيبل كويس قوي، عشان من غير تيبل تقريبا الترم ده كله مش هنعرف نجاوب اي حاجة من غير التيبل، يعني الترم كله مبني على التيبل ده. تيبل 2 3 4 5 اللي هما ايه اللي احنا خدناهم في السنة اللي فاتت. ان شاء الله هنبدأ النهاردة في ليسون 1 في تيبل 6، والحلقة اللي جاية ان شاء الله هنطبق على تيبل 7. هناخد بقى زي ما اتفقنا ان احنا كل حلقه كل ده كل ليسون بنعمله على حلقتين، بحيث ان احنا نجمع كل الاكسرسايز بتاعه الايه بتاعه الليسون زي ما احنا ماشيين على طول. تيبل 6 طبعا 6 باي 1 ايكوال 6، 6 باي 2 ايكوال 12، 6 باي 3 ايكوال 18، 6 باي 4 ايكوال 24، 6 باي 5 ايكوال 30، 6 باي 6 ايكوال 36، 6 by 7 equals 42, 6 by 8 equals 48, 6 by 9 equals 54, 6 by 10 equals 60. تيبل لازم يتحفظ كويس زي ما اتفقنا عشان نعرف نجاوب الكويشنز والاكسرسايز اللي على الايه اللي على الليسون. بس قبل ما نبدا في الحل في كام ميثود كده، في قواعد بالنسبه للمالتيبليكيشن والديفيجن احنا عارفينها من قبل كده، لكن احنا برضو زياده تاكيد هنراجع عليها. من اول قاعده بتقول لنا any number by 0 equal 0، يعني اي نمبر بضربه في 0 equal 0. يعني لو قلت 2 by 0 هيبقى equal 0، 8 by 0 برضه هيبقى equals 0، يبقى any number equal by 0 equals 0. طيب القاعدة التانية بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا any number by 1 equals the same number. any number by 1 equals the same number، يعني أي رقم هضربه في 1 هيديني نفس الرقم. أنا قلت 3 by 1 هيبقى equals the same number اللي هو ال 3. 5 by 1 هيبقى equals the same number اللي هو ال 5. طيب هنا بيدينا example بيقول لنا 3 by 5 equals 5 plus 5 plus 5. دي برضو اللي هو الريبيت تكرار البلس مع المالتيبليكيشن اللي هي الريليشن between multiplication and addition، العلاقة ما بين الجمع
والضرب اللي هو ايه، اللي هي عملية ايه، تكرار repeating، اللي هي ايه عملية تكرار. نقول 3 by 5 معنى الكلام ده ان 3 متكررة 5 مرات. ولو قلت 3 by 5 ممكن اقول مثلا ال 5 متكررة 3 مرات، او ال 3 متكررة 5 مرات. فانا بقول 3 by 5 equals ممكن اقول 5 plus 5 plus 5 لان ال 5 by 3. طيب لو قلت 3 هيبقى 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 5 مرات لانها by 5. طيب هنا اكزامبل تاني، لو قلت مثلا 2 by 4 equals، لو انا هعمل ال 4 يبقى هعملها هكررها كم مرة؟ 2، يبقى 4 by 4، يبقى 4 بلس 4. طيب لو انا هعمل ال 2 يبقى هكررها كم مرة؟ 4 تايمز، 4 مرات. يبقى هقول 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2. يبقى كده خلاص الثلاث قواعد دول المفروض ان احنا فهمناهم. any number by 0 equal 0، اي رقم في 0 بيدينا 0. any number by 1 equals the same number، اي رقم بضربه في 1 هو نفس الرقم. وعملية الريبيت التكرار، لو قلت 2 by 4 او 3 by 5 هيبقى equals 5 plus 5 plus 5. او لو قلت مثلا ان ال 5 هتبقى repeating، هتبقى ال 3 هكررها كم مرة؟ 5 مرات، يبقى 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. نبدأ على طول في ال questions اللي على lesson 1 على table 6. بيقول لنا complete 6 by 1. طبعا المفروض ان احنا حافظين التيبل، يعني مش هنقف ولا هنعمل، يعني مش عملية حسابية، يعني هو تيبل زي ما احنا شايفين كده وهنطلع الريزلت على طول. 6 by 1 equals 6، 6 by 3 equals 18، 6 by 5 equals 6 by 7 equals 42. طبعا هو مش هنا مش عامل لنا التيبل بالترتيب، احنا حافظين 6 by 0 6 by 1 6 by 2 6 by 3. لا هو هنا مش عامل لنا ترتيب، هو هنا جايب لنا يعني من نص التيبل كده عشان ما نتلخبطش، او عشان يثبت لنا ان احنا المفروض نحفظ مش بالترتيب، المفروض نحفظ التيبل زي ما هو كده. 6 by 9 equals 54، 6 by 10 equals 60، 6 by 8 equals 48، 6 by 6 equals 36، 6 by 4 equals 24، 6 by 2 equals 12، 6 by 0 equals 0. هنا بقى مدينا الميسنج نمبرز اللي هو اللي مضروب في ال 6، يعني هو هنا مدينا ميسنج نمبرز ومدينا الريزلت هنا 0. طيب 6 باي كام ايكوال 0؟ هيبقى 6 باي 0. 6 باي كام ايكوال 54؟ تبقى باي 9. 6 باي كام ايكوال 12؟ 2. 6 باي كام ايكوال 42؟ 6 باي 7. 6 باي كام ايكوال 24؟ 6 by 4. 6 by كام equals 30 by 5. لو حفظنا التيبل كويس هتلاقوا نفسكم بتحلوا كده على طول من غير ما تفكروا، زي ما انا بحل كده. 6 by كام equals 36 6 by 6. 6 by كام 18 3 6 by 3 equals 18. 6 by كام equals 48 6 by 8. 6 by كام equals 6 1. 6 by كام equals 60 10. 6 by 10 equals 60. الكويشن اللي بعده بيقول لنا complete، مدينا هنا 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. بنعمل ايه في المسألة ديت؟ أول حاجة بننزل النمبر اللي هو متكرر دوت، بننزله نكتبه هنا 6 by missing numbers. هنحط هنا ايه؟ هنعد ال 6 اللي موجودة متكررة كم مرة؟ 1 2 3 4 5. يبقى هتبقى 6 by 5.
بعد كده هطلع الريزلت 6 باي 5 في تيبل 6. 6 باي 5 ايكوالز 30. نفس الكلام هنا، الرقم النمبر اللي متكرر ايه اللي هو 6، هننزل ال 6. بعد كده نشوفه متكرر كام مرة، 1 2 3 يبقى هيبقى باي 3. 6 باي 3 ايكوالز 18. هنا بقى عاملين العكس، هنا بيقول لنا 4 باي 6 ايكوالز a بلس a بلس a بلس a. طب هنا مدينا كام ميسنج نمبر؟ 1 2 3 4. يبقى هروح شاطب على الفور، يبقى انا هكرر ايه بقى؟ هكرر ال 6 4 تايمز، اربع مرات، 6 بلس 6 بلس 6 بلس 6. طيب لو كانت البلس هنا 6، النمبر اللي هيتكرر هيتكرر 6 مرات، يبقى هشطب على 6 وهنزل ال 4، هتبقى هي اللي متكرره 6 مرات. طب هنا 6 باي 2 مدينا كام ميسنج نمبرز؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى بروح شاطب على 6، ومين اللي متكرر معايا؟ ال 2. يبقى 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2. لو كان مديني هنا بس 2 missing numbers يبقى كنت هشطب على 2 وهكتب 6 plus 6. طيب هنا مدينا 6 by 8 equals 8 by، مفيش بلس بقى، 8 by. طبعا عملية المالتيبليكيشن بتبقى عملية إبدالية. يعني إيه عملية إبدالية؟ يعني إحنا ممكن نبدل مكان النمبرز. يعني لو قلنا 6 by 8 هتبقى هي 8 by 6، هتدينا هي نفس الريزلت، لان 6 باي 8 ايكوالز 48، 8 باي 6 برضه ايكوالز 48. Another question complete. هنا الطريقه الرأسيه اللي هي الفيرتيكال ميثود، الطريقه الرأسيه في المالتيبليكيشن في الضرب. 4 باي 6 ايكوالز 24، 6 by 7 equals 42. 8 by cam equals 48, 8 by 6. Cam by 9 equals 54, 6 by 9. 2 by cam equals 12, 2 by 6. Cam by 5 equals 30, 6 by 5 equals 30. 9 by cam equals 0, طبعا 0 يبقى 0. عشان any number any number by 0 equals 0. 6 by 0 equals 0. هنا بقول لنا both greater than or equals or smaller than، هنحط علامة greater than or smaller than or equals اللي هي أكبر من أو أصغر من أو بيساوي. بس طبعا قبل ما نحط العلامة بنعمل إيه؟ بنطلع الريزلت بتاع العملية الحسابية اللي قدامنا. اول حاجه بيقول لنا 5 باي 4، فده في تيبل 5 او في تيبل 4. 5 باي 4 ايكوالز 20، بكتب 20 فوقيها كده. 3 باي 7 ايكوالز 21. بعد كده بشوف النمبرز دول، بعمل كومبيرنج بتوين ذا تو نمبرز، بعمل مقارنه ما بين النمبرين دول او الرقمين دول، ده 20 وده 21، مين اكبر؟ 21، يبقى بعمل علامه greater than. هنا 4 by 4 equals 16. 3 by 6 equals 18. What is the number greater than another number؟ مين الرقم اللي اكبر من الثاني؟ ال 18، يبقى هعمل علامة greater than ناحية ال 18. 5 by 6 equals 30. 4 by 7 equals 28. What is the number greater than another number? 28 or 30. طبعا 30 هي الأكبر من 28. Another question. Completing the same pattern. يعني أكمل بنفس التسلسل. أول حاجة هنبص على المسألة اللي قدامنا، نشوف التسلسل اللي هو ماشي بيه ونكمل عليه. هنا عندنا 0 بعدين 4 بعدين 8 بعدين 12
لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان 0 بقت 4، يعني زادت. زادت كام نمبر؟ زادت 4. يبقى قلنا 0 بلس 4، وبعدين 4 بلس 4 8، 8 بلس 4 12، 12 بلس 4 16. يبقى هنعمل 16 بلس 4 يبقى 20، 20 بلس 4 يبقى 24، 24 بلس 4 28، 28 بلس 4 32. نشوف المسألة التانية، بيقول لنا 0 5 10 15 20. عايزين نلاحظ الباترن اللي هو شغال بيه عشان نكمل عليه. كان 0 بقى 5، يبقى زاد كام؟ زاد 5. 5 بلس 5 10، 10 بلس 5 15، 15 بلس 5 20. يبقى احنا على طول طول ما احنا ماشيين هنعمل بلس 5، يبقى 20 بلس 5 25، 25 بلس 5 30، 30 بلس 5 35، 35 بلس 5 40. Another question، هنا بيقول لنا ايه؟ مسألة لفظية، دي اسمها مسألة لفظية أو مشكلة كلامية، هما أحيانا بيسموها الورد بروبلم أو المشكلات اللفظية أو المشكلات الكلامية. يعني if the price of a kilogram of oranges is 9 pounds، ال LED دي اختصار للباوند، كلمة باوند اللي هي الجنيه بالعربي. يبقى هنا بيقول لنا if the price of a kilogram of oranges is 9 pounds، يعني لو سعر الكيلو جرام من البرتقال الاورانجز اللي هي البرتقال بتسعة جنيه، find the price of 6 kilograms، عايز سعر ال 6 كيلو جرامز. احنا عندنا ال 1 كيلو ب 9، طيب ال 6 يبقوا بكام؟ طيب هو هنعرف ازاي ان المسألة هنا multiplication اللي هي ضرب؟ لو ادانا في المسألة الرقمين صغيرين زي دول من 1 ل 9، يعني لو ادانا الارقام من 1 to 9، يبقى دايما هتبقى المسألة multiplication. احنا هنا عارفين ان هي ملتيبليكيشن لان احنا اوريدي بناخد تيبل 6، فاحنا عارفين ان المساله هتبقى ملتيبليكيشن اللي هي باي. طيب ممكن في الامتحان تيجي لنا بلس، ممكن تيجي لنا ماينس، ممكن تيجي لنا ديفيجن. طب هنعرف ازاي ان هي باي؟ لما النمبرين التو نمبر اللي هو بيديهم لنا بيبقوا اصغر من 10، صغيرين يعني زي 6 و 9 لسه ما زادوش عن 10. لكن دايما في الماينس والبلس والديفيجن بيدينا ارقام كبيره، فاحنا عينا عرفنا ان دي مساله ملتيبليكيشن. يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل 6.9 عشان نجيب سعر 6 كيلو جرامز اوف اورانجز، 6 كيلو البرتقال. 6.9 equals 54، يبقى 54 باوند. ناخد كمان مسألة كلامية، بيقول لنا each car has four wheels. each car يعني كل سيارة أو عربية has four wheels، ليها أربع إطارات أو أربع عجلات. طبعا كل عربية زي ما احنا عارفين يبقى ليها أربع عجلات بتمشي عليها. how many wheels are there in six cars؟ كم عدد العجلات أو الإطارات الموجودة في six cars؟ لو خدنا بالنا إن هنا مدينا two numbers، طبعا والرقمين صغيرين ما عدوش 10، يبقى احنا هنا عرفنا ان المسألة هتبقى multiplication. يبقى هنقول 4 by 6، 4 by 6 equals 24 wheels، 24 عجلة في 6 عربيات. وبكده تبقى وصلنا لنهاية الحلقة. إن شاء الله هنكمل ليسون 1 في الحلقة التانية، وهنطبق الأسئلة بتاعتنا والإكسرسايز بتاعنا على تيبل 7. بس طبعا أنا عايزكم تركزوا معايا وتمشوا معايا إن شاء الله، وتتابعوني حلقة بحلقة.
قبل ما نبدأ الحلقة اللي جاية تكونوا حافظين كل التيبلز اللي فاتت ومعاهم تيبل 7 عشان نعرف نحل مع بعض. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.